السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح اتكلم عن برنامج هوت اوت. عجبكم هوت اوت ولا هرت ولا بكيفكم؟ المهم البرنامج هذا الخاص بالتويتر، تمام؟ اللي حاب انه يتابع تويتر على الجهاز عنده بدون ما يدخل موقع تويتر، يمكن يسوي تغريدات او تويتس، ممكن يشوف هذا، ممكن يرد، ممكن كل شيء. البرنامج هذا فيه كل شيء. لما اقول لك كل شيء اقصد كل شيء. طبعا انا قبل تكلمت عن برنامج التوربيل، تمام؟ بس قطع الشريط، تمام؟ اللي برنامج التوربيل اللي هو برضه لتويتر، تمام؟ راح اقارن بين الاثنين، لكن الحين خلونا ندخل على البرنامج ونشوف اول شيء طريقه تسجيل الدخول. اول ما ادخل البرنامج راح يظهر لك بالشكل هذا، تكتب اسم المستخدم الخاص بتويتر، وبعدين تضغط على الزر هذا، تمام؟ بالنسبه لي انا ما عندي الحساب واحد بتويتر، لكن خلنا نفترض عندي حساب اسمه جاكي تشان مثلا. شو اكسس توكن عموما ما في عندي حساب اصلا بجاكي تشان. لكن بعد ما انك تسجل دخول راح يوديك لموقع تويتر. موقع تويتر راح يقول لك سجل دخول. بعد ما تسجل دخول راح يطلع لك رقم، انقل الرقم هذا بالفراغ اللي راح يحطونه لك تحت، اللي هو مكتوب لك PIN كود، وبعدين اضغط اوكي راح يفتح معك. خلونا نسجل دخول الحين. طبعا البرنامج افتراضيا بالشكل هذا، بس في بعض التعديلات اللي سويتها، تمام؟ هذه بعض الاصدقائي مثلا اللي عندي بتويتر، تمام؟ عندك هنا يطلعون بالواجهه هذه. من مميزات البرنامج، اول شيء انا سجلت المميزات عشان ما انسى شيء، اكستنشنز سبورت اللي هي دعم الاضافات. لو تدخل على خصائص، من هنا الخصائص ريفرنسز، راح نحصل هنا فيه الاكستنشنز. وينهم؟ لا عفوا، مش من هنا، مش من هنا، من هنا. هذا extensions. راح نحصل أنواع أشكال الإضافات اللي جاية معه. من الإضافات اللي أنا حبيتها اللي هي monitors، هذه hot user. فراح يطلع لك المستخدم حقك مثلا قوة التويتات عندك. لاحظ هنا يقول لك my power 958,000 powerful، يعني قوي جدا. راح يطلع لك reset time طبعا اللي هو إعادة الضبط أو إعادة البحث من جديد. هذا بالنسبة للإكستنشن سبورت. طبعا الإكستنشنز في إضافات كثيرة مثل حماية وبحث وغيره، حفظ مثلا التويتات على الموقع ريديت ليتر. موقع ريديت ليتر طبعا اللي هو خاص بقراءة الأشياء بعدين. بريفيو إيميج أند فيديوز، يعني لو واحد من شلتك حط شيء صورة معينة ممكن تشوفه مباشرة، مثل عبادي هنا حط صورة فممكن أشوفه مباشرة. في عندك الإيميج سيرفيس طبعا اللي هو الخاص برفع الصور. في اكثر من موقع الخراب رفع الصور، فممكن تدخل على بيهيفير من هنا. طبعا احنا دخلنا عن طريق البرفنسز بيهيفير، وبعدين دخلنا من هنا. هنا في بعض الذي طبعا انا افضل تويت بيك او نفس تويتر اوفيشال سيرفيس. او بنفس الوقت اذا حبيت طبعا تسوي تويت لازم تضغط هنا. من هنا ممكن مباشر تضغط تختار اللي تبي. بالنسبة للصور يدعم الدراج اند دروب اللي هو السحب والإفلات، فممكن تسحب صور وتحطها هنا وتختار الموقع اللي تابعه وبعدين تسوي أبلود ويرفعه. أوكي انتهينا من هذه. ثيم سبورت اللي هو دعم الثيمات. فلو دخلنا على البريفرنسز مرة ثانية راح تلاحظ انه هنا فيه appearance اللي هو الظهور ولا مظهر. فيه هنا ثيمات من ضمنها مثلا ايرون هارت اللي يحب الأسود، فراح تشوف انه صار أسود. اوكي نايس. طيب نرجع للثيم الافتراضي. اوكي خلصنا من الثيم سبورت. في عندك اللي هو ثريدد كونفرسيشنز، لو في بينك وبين صديقك مثلا في محادثه معينه، فراح تلاحظ انه هنا انا كتبت هو كتب تحت يرد، فهو يطلعهم لهذا. ممكن تضغط فيو مور راح يطلع لك كل المحادثه، هذا شيء حلو. فيو جيو انفورميشن، لو في شخص معين حاط رابط موقعها او شيء ممكن تضغط وتفرج على الموقع مباشره. الكسمت اللي هو فايرول طبعا معروف زي ما تقول جدار حمايه. في عندك نوتيفيكيشن سيستم اللي هو دعم التنبيهات، فممكن انك من هنا اذا تحاب انك تسوي تنبيهات مثلا القسم هذا اللي هو قسم الهوم، تضغط هنا وحط نوتيفاي اوتو ابديت ساوند، فبعد اي شيء يصير هنا راح يطلع لك تنبيه وصوت. ايضا خلصنا من النوتيفيكيشنز. طبعا في هنا تخصيص النوتيفيكيشنز من عند البريفرنسز
لو دخلت على السيستم راح تحصل هنا سيستم انت بتحط صح وخلاص. طبعا في بعض الاشياء هنا مثلا انك لو سكرت راح يسكر، او اذا دخلت راح يدخل تلقائيا اول ما تفتح البرنامج. اذا فتحت البرنامج يبدا مصغر ولا يكون بدون تصغير، طبعا انا افضل يكون بدون تصغير. عندنا بعد اللي هو نوتيفيكيشنز خلصنا من هذا. مالتيبل فيوز، خلونا نسكر مثلا. طبعا في لو تلاحظ عندك انه في هنا اكثر من مشاهده، وبنفس الوقت لو كبرت النافذه راح يطلع لك النوافذ اللي انت فتحت، بالاضافه الى ممكن انك تضغط هنا وتحدد الاشياء اللي انت تبي تظهر او ما تظهر. بالنسبه لي انا حاط البروفايل حقي تابعه هنا مباشره، تمام. بعدين حاط الهوم، بعدين حاط المينشنز اللي هي الردود، بعدين حاط الفيفوريتس. من هنا تضيف، طبعا اذا حاب تشيل شيء منهم ممكن تشيل الفيفوريت وتروح على الفيفوريت. هذا الفيفوريت، تجي الفيفوريت من هنا تضغط اكس يروح. هذا بالنسبه للريل تايم ابديت، طبعا انه تحديث تلقائي. هذا بالنسبه للبرنامج. عيوب البرنامج اللي انا يعني شفته بصراحه، فيه نوع ما من البطء، مو بطء لا فيه شوي تقريبا. السبب ان لغه البرمجه اللي مستخدمينها، ما ادري تحديدا ما ادري اذا كانت جافا ولا لا، ممكن احد يفيدنا بها، لكن لغه البرمجه نفسها هذه اما جافا اما جافا، ما ادري، اعتقد ان الجافا لانه نوعا ما بطيء. الشيء الثاني لاحظت انه احيانا اسكر البرنامج ولا يتسكر معي، فلو سكرت البرنامج طبعا اقصد خروج كويت، لاحظ ان سويت كويت ولا طلع، ولو سكرته من هنا برضه ما راح يطلع. فالحل عندنا الطرفيه، نكتب كل اول هوت اوت راح يسكره بالغصب، تمام. هذا بالنسبه للاشياء اللي ما عجبت في البرنامج فقط. مقارنه بينه وبين البرنامج اللي هو توربيل، هذا توربيل كونكت، وهذا الهوتوت. طبعا التوربيل ميزته الاصوات الحلوه هذه، انه فيها التغريدات تطلع، ميزته الفيو هذا ايضا، ميزته سريع جدا 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 جدا، اتعب انا اقول لك سريع يعني، لانه من نوع الواجهات اللي تسمى لايت ويت، تمام. من بس هذا هو، لكن هذا اللي خلينا افضل عليه طبعا، اللي هو راح احذف البرنامج توربيل انا بسبب البرنامج هذا، انه فيه لو حبيت اسوي تويت مباشره من هنا اختار اشياء كثيره، ممكن اني من هنا اسوي تويت الايمج، ممكن هنا اسوي صور، ممكن احط رابط، ممكن ارسل مباشره لشخص معين اكتب اسمه. اوكي، بنفس الوقت البرنامج هذا يدعم لكنه منفصل، لو ضغطت هنا تسوي تويت منفرده، ومن هنا تسوي تويت عن صوره، فهذا لا هذا جامع الاثنين. ميزه اخيره حبيتها بالبرنامج اللي هي open a profile، فتح ملف. فلو عندك صديق معين حاب تتابع ملف، او حاب تتابع نفسك مثلا، او تشوف بروفايل خاص بك، اكتب عبد المجيب مثلا حسب ذي، وضغط اوكي، وراح يظهر لك الملف مثل ما انت شايف هنا، صورة الشخص مع تويتات حقته. اوكي، البرنامج غير موجود بالمخازن الخاصة بالابنتو، طبعا استخدم المنت لكن الابنتو ذا. فاللي عليك تسويه طبعا في عندك الكود هذا، تدخله بالطرفية نسخ لصق، تمام. هذه الطرفية، طبعا الطرفية تفتحها عن طريق البرامج الملحقات، تتحصل الطرفية وتيرمينال. نسخ لصق بس، هذا اللي لك تسويه، انك تنسخ هذا تلصق هنا، راح يطلب منك الرقم السري. طبعا اللصق عن طريق كنترول كنترول شيفت في راح يلصق. طبعا خلاص انتر، دخل العفشة اللي انت بتدخله، وهذا التحميل راح تحصلون الكود هذا بالتعليق تحت او بالشرح تحت. شكرا لكم، انتهيت. لايك سبسكرايب فيفوريت، انشروا، ما في درقن درقن، بعدين درقن درقن. يلا سلام.